مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. رجل أعمال من المملكة العربية السعودية يتقدم بعرض ضخم للظفر بخدمات نجم المنتخب المغربي إلى فريقه الأوروبي. فريق مارسيليا الفرنسي يتقدم رسميا بعرض مفاجئ لنجم المنتخب المغربي لتعويض زميله أمين حريج في الفريق. الجزائر توجه ضربة قوية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص المنتخب المغربي للمحليين وتصدم الجميع بهذا القرار. بسبب النجم المغربي أشرف حكيمي وزميله الفرنسي كيليان مبابي، نيمار يثير غضب الصحافة البرازيلية. يورغن كلوب مصر على التعاقد مع نجم المنتخب الوطني المغربي بأي ثمن بسبب تألقه الملفت في مونديال قطر رفقة الأسود. تتواصل المنافسات بين المجموعة من الفرق الأوروبية عظم نجم المنتخب المغربي عز الدين أناحي مع تألقه الكبير في كأس العالم قطر 2022. وأكدت التقارير الإعلامية الإسبانية أن فريق الميريا الذي يملكه رجل أعمال من المملكة العربية السعودية يتقدمهم الرئيس هيئة الترفيهية السعودية تركي آل الشيخ أبدأ استعداده لدفع مبلغ مالي مهم لتغيير وجهة أناحي نحو الدوري الإسباني لا ليغا. وتتقاطر العروض على الفريق أونجي الفرنسي بخصوص عز الدين أناحي، إذ كان النادي ليستر سيتي الإنجليزي سابقا إلى تقديم بعرض رسمي جلب اللاعب المغربي تلاه فريق نابولي الإيطالي الذي قدم عرضا استحسنه رئيس نادي أونجي يتمثل في دفع 30 مليون يورو والتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي، بالإضافة إلى إعارة أناحي إلى فريقه الحالي إلى غاية نهاية الموسم الحالي. ويوجد فريق الميريا حاليا في المركز 13 في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث عاد الصيف الماضي إلى القسم الأول بعد 7 سنوات قضاها في الدوري الدرجة الثانية الإسبانية. ويعمل مالك النادي على تطوير الفريق من خلال البحث عن النجوم صاعدين. يلقى نجوم المنتخب الوطني المغربي اهتماما كبيرا في سوق الانتقالات الشتوية عقب التألق المنتخب أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022 وفوزه على أقوى المنتخبات العالمية، بالإضافة إلى بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة. وحسب الموقع الفرنسي فإن اسم سفيان بوفال مطلوب بشدة في فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي يبحث عن معوض لاعبه المغربي أيضا أمين حريج الذي تعرض لإصابة قوية قبل كأس العالم، ومن المنتظر أن يتواصل غيابه عن الملاعب خلال الفترة القادمة. ورغم أن رئيس فريق أولمبيك مارسيليا بابلو لانغوريا يضع ضمن أولوياته اللاعب راسلان مالينو فيكسي، لكن أتلانتا بيرغامو الإيطالي لا ينوي بيع موهبته الأوكرانية على الأقل في الفترة الحالية، ما يجعل إمكانية التعاقد مع نجم أسود الأطلس واردة. وقد يصطدم لانغوري بطلبات المالية لفريق أونجي الفرنسي الذي لن يفرط بسهولة في نجمه، خصوصا بعد تألقه اللافت في كأس العالم أمام أفضل المدافعين في العالم وخطفه لجميع الأنظار من زملائه في خط الأمامي للمنتخب المغربي. أكدت مجموعة من المصادر بأن الجزائر تتوجه لرفض فتح المجال الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية لنقل بعثة المنتخب الوطني المغربي الأقل من 23 سنة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين الشان في الفترة الممتدة بين 13 يناير الجاري و 4 فبراير المقبل. كما أضافت نفس المصادر بأن الجزائر أبلغت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برفضها الشروط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتخصيص رحلة جوية مباشرة لطائرات الخطوط الملكية الجوية للمشاركة أشبال الأطلس في الشان. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد ربطت مشاركة المنتخب الوطني المغربي الأقل من 23 سنة في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المزعم تنظيمها بالجزائر بالسماح بالسفر بعثة المغرب بخط جوي مباشر على متن الخطوط الملكية الجوية.
والجدير بالذكر أن الجزائر تفاعلت بسلبية مع الطلب المغربي يوم الأربعاء الماضي بصفة غير رسمية على لسان رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر 2023، حيث قال في مؤتمر صحفي دفتر الشروط الخاص بالتظاهر الرياضي مثل بطولة إفريقيا للاعبي المحليين ينص على أن المستضيف المنافس ملزم بتأمين تنقلات وفد المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني فقط. أكدت مجموعة من التقارير الصحفية الإنجليزية بأن المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يورغن كلوب يضغط على إدارة النادي لحزم صفقة الدولي المغربي سفيان أمرابط بأي ثمن. وأضافت المصدر نفسها أن كلوب يلح على إدارة الريدز من أجل حسم صفقة الدولي المغربي، خاصة بعد تألق رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائية كأس العالم بقطر. كما أوضحت المصادر ذاتها بأن كلوب من بين أكبر المعجبين بالنجم المغربي سفيان أمرابط ويرغب في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة. وتصدر الإشارة إلى أن سفيان أمرابط كان يبصم على مستويات متميزة رفقة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وساهم بشكل كبير في احتلال أسود الأطلس المركز الرابع عالميا. تسبب الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي ثنائي باريس سان جيرمان بإثارة غضب الجماهير البرازيلية على زميلهما في نادي العاصمة الفرنسية نيمار دا سيلفا الذي تخلص عن حضور الجنازة الأسطورية الراحل بيلي. وأشارت الصحافة البرازيلية إلى أن نيمار كان ينبغي أن يفعل كل ما يمكنه من أجل حضور جنازة الجوهرة السمراء، خاصة أن إدارة نادي باريس سان جيرمان وافقت على منح إجازة لمبابي وحكيمي من أجل الذهاب إلى الولايات المتحدة لمشاهدة مباريات كرة السلة. وأثار موقف نيمار استياء الصحافة البرازيلية التي أوضحت أن اللاعب كان يحظى بدعم كبير من بيلي الذي كان يعتبره وريجاه. ونقلت المصادر الفرنسية من إحدى البرامج البرازيلية لو كان نيمار يريد المجيء لأتى كان يستطيع الضغط على إدارة باريس سان جيرمان لكي يأتي. لقد ضغط على إدارة نادي بالفعل عدة مرات من أجل الذهاب إلى الحفلات، فلماذا لا يطلب منهم السماح له ليقول وداعا لبيلي؟ أعتقد أن نيمار كان لاعبا برازيليا كان ملزما بالمجيء رؤية نعيش بيلي ليقول له وداعا، كان ذلك مهما لكرة القدم البرازيلية. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.